يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء. نعم الله، يعني الدعاء يعني هذا السلاح العظيم، وهو أنجع وأنفع وأسرع ما ينتفع به العبد صراحة. فالإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى في خلواته وجلواته، ويدعوه في سكناته وحركاته، وبإذن الله سبحانه يدعوه بما شاء، لكن بالمأثور أفضل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان مثلا من لديه حاجة، نعم خاصة من لديه حاجة وفي شدة وفي قرب، الإنسان يتحين هذه المواطن كما يتحين مثلا الثلث الأخير من الليل، يتحين أيضا الأشهر الحرم بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الأعمال تتضاعف فيه. لماذا أخي لطفي قلنا ذلك؟ ففي الجاهلية يعني كانوا يعظمون هذه الأشهر، حتى سبحان الله فينقطعون عن القتال، حتى كان يمر الرجل بقاتل أبيه فلا يحرك له ساكنا. فالمؤمن الموحد هذا أولى بتعظيمها، أولى بتعظيمها لا تقليدا وإنما تعبدا واتباعا. لهذا أيضا هذه الأشهر من دلالاتها هو الكف عن المعاصي كلها، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وكذلك من دلالاتها هو امتحان العباد واختبارهم، هل يمتثلوا إلى أمر الله سبحانه وتعالى أو لا. لهذا الإنسان يعني هي فرصة، والله الإنسان إذا مد في عمرك وأدركت هذه الأشهر وأدركت رمضان كذا، فهذه والله فرصة الإنسان. يعني كم يعني ونحن يوميا نفقد يعني الأصدقاء والخلان وال يعني والأقارب في كل، بل في كل لحظة، في كل لحظة إلا ويرن الهاتف توفي فلان، ونقرأ في وسائل التواصل الاجتماعي يعني وفيات عديدة وكثيرة، وهذا ما يسمى الفقد، هذا ما يسمى. لهذا الإنسان هو في فسحة من أمره وفرصة أن الله سبحانه وتعالى مد له. لهذا أخي لطفي أيضا مما يجدر التنبيه عليه هو التاريخ بالهجري. نعم تاريخ الهجري هذا التاريخ العظيم، وأول من أرخ به هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني جمع الناس في صعيد واحد، فقال بعضهم أرخ بالمبعث، وقال بعضهم أرخ بالهجرة. فقال عمر رضي الله عنه الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها، فلما اتفقوا قالوا ابدأوا برمضان. فقال عمر بل المحرم، لأنه منصرف الناس من حجهم، يعني قبله ذي الحجة يعني، فهو منصرف الناس من حجهم فاتفقوا على ذلك. لهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. لهذا يعني نحن أمة أمية، هو البقاء على أصل ولادة الأم، نحن لا نحسب كلام. لهذا الشهر هذا يعني الشهر الهجري ما فيش 28 وما فيش 30، في إلا يعني 29 أو 30، يعني ما فيش 31، هذا هو المقصود. فهذا هو الشهر الهجري. لهذا أخي لطفي الزبدة والخلاصة كما قال أحد السلف، شهر رجب شهر الزرع، وشعبان شهر سقي الزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. فالإنسان لابد أن يشمر على سواعده، وهي فرصة والله فرصة، ورمضان على الأبواب. اللهم بلغنا رمضان. آمين إن شاء الله يا